العالم ببواطن الامور، وطبعا انا عارف ان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، انما مثلا ملاحظه صغيره جدا يعني، يمكن ست اللواء محمد نور الدين يعني بيقول لك الراجل فضل مستنيه عند المطب لما العربيه هدت وقام يعني استهدف الراجل الفقيد المرحوم اللي ده معناه انه بيمشي في نفس الساعه بطلقه رصاص واحده. ازاي تحصل دي يا محمد بطبنجة؟ انا عارف الشارع ده كويس، انا كنت فاتش بس المنطقه حافظها شبر شبر، شارع رمزي فرج في كنيسه القديسه دميانه، على ناصيته محطه بنزين من هنا، على ناصيته فيلا ناجيه من هنا، والشارع ليه مطلع كده، ليه مطلع كده اهو، وهو ساكن جوه شويه كده في عماره اسمها عماره الحاج خليفه في الدور الثالث في شقه متواضعه زي ما سيادتك قلت. وطالع كده هو لازم قبل ما يطلع يخش على شارع الهرم في مطب عشان ما يطلعش حد ويخبط في ميكروباصات شارع الهرم. فمعروف الشارع ده اللي سيادتك ما تعرفش بقى فيه ان ساكن فيه 30 ضابط من ضباط اسم بولاء الدكرور والهرم القدامى، لان كانت المنطقه دي منطقه زراعيه وكان كل ناموسه فيها قد كده وما كانش حد بيحب يسكن فيها، وجم لما اتقلبت لعمارات وبدا التسكين جديد كان الايجار رخيص جدا وكان كده، فسكن فيها ضباط اسمه بولاء الدكرور الهرم، فبقى فيها الشارع ده فيه ضباط كتير جدا جدا جدا. هل مثلا بقى يعني شارع زي ده مامور الاسم، ضابط مباحث الاسم، رئيس مباحث حتى مش الوزاره، ما يحطش فيه طوف طوف بحث كده يعني؟ الصبح فيجي 30 ضابط رايحين الشغل والساعه 3 4 راجعين، وبعدين بالليل تاني رايحين وجايين، يعني طوف بحث حتى يتحط فيه كده، واقف ليه يا ابني انت عامل ايه انت بتاع يعني؟ ده اللي اتعلمناه وكنا بنعمله زمان. الحاجات دي ما اعرفش بتعمل دلوقتي ولا ما بتعملش. لكن انا حزين طبعا اللي حصل لواحد من ابنائي، انا اعرفه معرفه شخصيه جدا جدا، واعرف اخلاقياته واعرف شغله واعرف حاجته ودرجه اهميته، كان يجب ان الوزاره حتى تحدد له واحد شخص، حتى واحد بيرشاش هيكلر معاه حراسه لصيقه في السياره، ويكون احسن كمان لو كان في اتنين في سياره وراه يمشوا. كان حقيقه الامان. الناس دي انا عاصرتها في التسعينات، سامح بيه كان بيتكلم على التسعينات، كنت رئيس فرع الامن العام في المنيا، والله العظيم معتز بيك بمنتهى الجبن اللي في الدنيا، بيبقى داخل عليك ببندقيه الي بتطلع الطبنجه تضرب عليه بيجري وهو معاه آلي يقشك انت والبندقيه وانت والطبنجه، بمجرد التعامل معاه بيجري، هو مش عايز يموت ولا عايز يتحبس ولا عايز اي حاجه. بس هو درس الموقف كويس هو قوي طبعا، وعرف ان فيش عمليه إن هذا الضابط غير مؤمن، وبينزل الساعه كام ده واضح ان حتى هو مرفوض. مفيش عمليه اغتيال الا ما يسبقها عمليه رصد حوالي اسبوع، تحدد المواعيد والحاجات. طيب. والحراسات عارف لو لا عليه حراسه يدور على هدف تاني. طيب اللي راح عمره ما بيرجع تاني، هو ربنا احنا عايزين بقى ما يروحش تاني كل يوم، عايزين نتكلم في المستقبل.